أخيرا وصلنا آخر نقطة رسمينها للمرحلة الأولى والمسار الأول في المشي في نيبال. خلنا نصل عند فين ونريح نفطر الحين ونشوف علوم إن شاء الله. جوالي بيطفي. نمستي. هذا جي سي سي ريزورت. ياش وي ار رايف ناو تو هيم. خلنا نشوف مطعم ونشوف ايش عندهم. غابة. سعودي. سعودي. يا. تهولوا ولا قلت السعودية. والله قلنا ناخذ عنده نظرة على الغرف اللي عنده. نبي نكمل مخططنا بعد الفطور، تو النهار الساعة 9 بس لا يمنع ناخذ عنه فكرة. هنا بعد ما افطرنا ويا النخير ولغينا فكرة اننا ننام الليلة هنا، نبي نروح لمكان ثاني. نبي ننزل الحين مع الطريق هذا شوي بعدين نزول مع الغيم مع الضباب اللي ننزل تحت ان شاء الله. تحت مو بالجهة هذه، لا بعد نزول تحت بس الشجرة ما تبين وغطاها الغيمة. يعني ابو نص ساعة ساعة خلينا نجرب. والله اللي تولجنا هذا. هذه القرى اللي نمر بها غالبا، والله اكثر الطريق اللي مشيناه يعني سلس، الا اليوم الدرج كان يعني ما هو متعب حقيقة. لا زين، احنا هذا المسار الاول تمرين استكشاف القرى القريبة من بخارى. لو الجو ما في غيوم راح تشوفون اعلى من الجبال هذه هنا، المنطقة هذه واعلى منها كلها لون ابيض، جبال عليها ثلوج. لكن الغيوم اليوم ما نشوف شيء. والله كأنهم يعانون بها اللوحة ويقول انزلوا من هنا. لا والله معصي، نبي نمسك هالطريق ونشوف لنا حل ثاني. تم استدعاء راعي الزلف يا راعي الثويرات، قلنا تعال انقلنا لمكان ثاني عشان نستعد المسار التالي ان شاء الله. الليلة فيها اطلالة على البحيرة وبكرة نرجع البخارة واستعدادا للمرحلة الثانية ان شاء الله.
هذه المنطقة اللي مشيناها قريبة من بخارة، احنا في الجبال الشرقية كنا وراجعين، احنا نطلع على الجهة الغربية ليلة هناك وبعدين نرجع لبخارة. لكن صراحة هنا الطريق ممتع 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 جدا، مناظر في حتى يعني منتجعات وجست هاوس وفنادق، لكن احنا عندنا مخطط ملتزمين به لازم نمشي به.